بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور عزم محافظة رئيس الجامعة الأردنية الأكرم، السيدات والسادة المشاركون في اليوم العلمي الأول لمنظمة جنح المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنها فرصة طيبة أن يعقد أول لقاء علمي لمنظمة جنى في رحاب الجامعة الأردنية، أم الجامعات الأردنية وفخرها. فباسم منظمة جنى الأردنيون خريجو أمريكا الشمالية، يطيب لي أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عزم المحافظة رئيس الجامعة على تفضله لاستضافة ورعاية اليوم العلمي الأول لجنى الذي ينعقد تحت عنوان التعليم النوعي والقيادة الأكاديمية في القرن الحادي والعشرين. تعود بي الذاكرة إلى 47 سنة خلت، يوم وطئت قدماي أرض الجامعة الأردنية لأول مرة كطالب في قسم الفيزياء سنة 1969. كانت الجامعة صغيرة بأعداد طلبتها، وكنا نعرف بعضنا بعضا من مختلف الكليات التي كانت في ذلك الوقت كلية للآداب وأخرى للعلوم وثالثة للتجارة. والآن أصبحت الجامعة الأردنية تضم كليات وأقسام أكاديمية لكافة التخصصات وتنافس أفضل الجامعات في العالم. لقد تخرجت من الجامعة الأردنية بدرجة البكالوريوس في الفيزياء سنة 73، ثم الماجستير في الفيزياء سنة 76، وأعتز بأنها جامعة الأم التي علمتني وأعدتني للحياة. والآن أعود إليها ممثلا لمنظمة علمية مختصة بالتعليم العالي، هي منظمة جنى الأردنيون خريجو أمريكا الشمالية، التي كان لي الشرف في تأسيسها مع رتبة من الزملاء على رأسهم الدكتورة نادرة سويس صواقب، والدكتور محمد المصري، والدكتور أحمد مكاوي، والمهندس أسعد البعجات، والدكتور عمار الخوالدة، والدكتور محمد أبو قاعود، والدكتور مصطفى الصالح، والدكتور فراس العالي، والدكتور عبير غنانيم، والأستاذ عبد الله فريوان، والدكتور معاذ الزغول، والدكتور محمد شواكفة، والدكتور سعد مريان، والأستاذ محمد العراني، والدكتور صبري الشبول، والدكتور محمد فايز البطاينة، والدكتور بهاء التميمي، وعدد آخر من الزملاء لا يتسع المقام الآن لتعداد أسمائهم. أهم ما يميز جنى هو أنها منظمة غير ربحية وغير سياسية وغير دينية، متخصصة بالتعليم العالي، يديرها أعضاؤها بكل شفافية بالطرق الديمقراطية دون أن يمارس أحد وصاية على أحد. لقد نمت جنى خلال سنة من عمرها لتصبح شبكة تضم الآن قرابة 4000 أردني من المحترفين يعملون في جامعات ومؤسسات تعليم عالي وشركات غالبيتهم في أمريكا الشمالية في مختلف التخصصات من طب وهندسة وعلوم أساسية وإدارة وآداب واقتصاد وصناعة. يرتبط أعضاؤها من خلال الإنترنت والفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، حيث يتم تنسيق أنشطتها وتدار معظم اجتماعاتها
في الفضاء الإلكتروني مما يتيح لها أن تكون ممتدة في العالم كله، لا يحدها جغرافيا ولا حدود. وبالإضافة إلى الاجتماعات الإلكترونية، تعقد الهيئة الإدارية للمنظمة بعض اجتماعاتها بشكل شخصي، حيث يتحمل كل عضو نفقات سفره وإقامته من جيبه الخاص. تتبنى جنى العلم والعمل التطوعي كمنهج لها يلتزم به كل أعضائها، وتشجع العمل دون مقابل وتدعو له. يتحرك أعضاؤها لتلمس المشكلات والمعوقات التي تعترض قطاع التعليم العالي في الوطن، ويحاولون البحث في الحلول الممكنة لتلك المشكلات. شكلت جنى على سبيل المثال فريق عمل من أعضائها لتقديم الخدمات التي يحتاجها طلبة الدراسات العليا الراغبون بمواصلة تعليمهم العالي في جامعات أمريكا الشمالية. ويعمل الفريق الآن على إعداد نشرات وقواعد بيانات تسهل على أبنائنا مهمتهم وتمكنهم من التغلب على المشكلات التي تواجههم في مراحل ما قبل الالتحاق ببرامج الدكتوراه. وهناك مشاريع قيد الإعداد لمساعدة الزملاء أعضاء هيئة التدريس وخاصة المبتدئين منهم، مستفيدين من شبكة جنى التي تزداد نمواً وامتداداً كل يوم بانضمام عشرات الأردنيين خريجات أمريكا الشمالية خريجي أمريكا الشمالية إليها. ويثلج صدري الحديث عما ألمسه من تنافس بين الزملاء الأعضاء في المنظمة في العمل وفي تقديم خدماتهم التطوعية دون أن ينتظروا من أحد حمداً أو شكراً. أكثر همهم هو أن يقدموا شيئاً للوطن ولشعبه وفاءً من الدين الذي في أعناقه. يشعرون بمنتهى الرضا والسعادة عندما ينجحون في مساعدة طالب أردني خريج يحاول مواصلة دراسته العليا في أمريكا أو في كندا. تطبق جنى في عملها السياسات المناهضة للتمييز، ويعامل الأعضاء فيها على قدم المساواة بغض النظر عن الأصل والفصل والعرق أو الخلفية الدينية، وتحرص على معاملة الجميع على قدم المساواة دون تمييز، وتصنع قراراتها وفقاً لتوجهات الهيئة العامة، حيث تقوم الهيئة العامة ببلورة الخيارات المتعلقة بأي موضوع على شكل مشاريع قرارات، ثم يقوم أعضاء الهيئة العامة باختيار ما يناسبهم وفقاً لرأي الأغلبية وبالطرق الديمقراطية بكل شفافية. ليس هناك أي رسوم أو تكاليف للانضمام للمنظمة، وذلك لأن المنظمة تعمل في الفضاء الإلكتروني وليست بحاجة إلى كلف تشغيلي من مقرات وموظفين وما إلى ذلك. كل من يعمل في إدارة جنى يقوم بعمله بشكل تطوعي دون مقابل. النقطة الأخيرة، لدينا في موقع جنى على الفيسبوك عتبة منخفضة لأي مشاركات تفتقر إلى النزاهة أو يمكن أن تؤدي إلى خلق صراع سياسي أو ديني أو خلاف بين الأعضاء، حيث لا تسمح بها المنظمة. نسعى جاهدين من أجل غد أفضل لوطننا من خلال إرساء أسس وقواعد جديدة للخدمة العامة والعمل التطوعي. هذه هي منظمة جنى في هذه الرجالة. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وأتمنى لكم يوما حافلا بالإنجاز والعطاء، ومعا نسير من أجل الغد الأردني الأفضل. وأوجه دعوة إلى الزملاء الذين لم ينضموا إلى جنى ليشرفونا بالانضمام إلينا، لأننا نقوى معا في هذه الشبكة مترامية الأطراف في الفضاء الإلكتروني انضمام كل زميل أو زميلة إلينا. إذا هذه دعوة باسم الهيئة الإدارية، وأوجهها إلى جميع الزملاء والزميلات المشاركين في هذا اليوم الطيب. شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.